لا اهدى بالعكس شجعت. هيا يا شباب نرجع لكلامنا تاني عن الووتر سوليبل فيتامين. تتسم بالكاركترستكس التاليه. صوتي واصل لكم صح؟ تمام دكتور. كان حصل طيب بتتسم هذه الكلاس اوف فيتامينز بان هي ماست بي سبلايد كونتينيول، يعني احنا في حاجه اليها او في حاجه من السبلمنتيشن ليها باستمرار واول باول. وزي ما انا قلت لكم امثله المشكلات المرتبطه ب لدى الشباب او لدى اي حد في سن مبكر او في سن صغير من عدم تركيز، عدم انتباه، خلل في الذاكره، ده اغلبنا لو عمل فحص الفيتامين بي 12 هيلاقي في حاله من الانسفيشنسي او الديفيشنسي تحديدا. طيب all members of water soluble vitamin especially vitamin B complex share common source. ترى بس معلش سؤال. اتفضلي يا ريان. هلا الفيتامين هذا البي 12 عفوا الاقل حد لازم يكون 300 على عند الواحد من 200 او 300 الف 200 لا من 200 في بعض مش الاختلاف مش طيب هذه كيف عاد؟ الاختلاف مش جوهري. لو هترجعوا لي اي ريبورت رابط اخرى؟ نعم لو هترجعوا اللي يعمل فحص في لاب معين هيلاقي السكيل هذا الفيتامين كبير او رينج كبير بيبتدي من الميتينات تقريبا او 200 او دكتور انا فحصته لحد فتره طلع عندي 30 ده كورسات ابر ده ايوه في الحاله دي لا ده لازم تدخل سريع يعني ما ينفعش تابلت اورال فورم ما ينفعش اورال فورم او ما ينفعش اعتماد على المصادر الطبيعيه بس ما هي دي لا ده طب وانت لما وصلت غذائيه لما وصلت لل 30 كنت عايشه ازاي؟ هي مش داري عن حالها ما كنت اقدر كنت دائما اوكع على وجهي ما اصدع ادوخ دائما رجفان تشنجات الوضع كان كثير يعني صعب طبعا هنتكلم يعني على وظائف كل فيتامين نشوف القصور فيه بيؤدي ليه. اتفضل اللي عايز يسال اتفضل ان شاء الله ربنا معاك حبيبتي. مين تاني عايز بينده دلوقتي؟ كان حد من الشباب بيقول يا دكتوره اتفضل. طيب الفيتامين بي عموما شير كومن سورسز يعني بتتشابه في نفس المصادر منها البلانت سورس اللي هي المصادر النباتيه المتمثله في الخضروات الخضروات الخضراء اللي هي الورقيه الخضراء البران النخاله المخبوزات اللي بتحتوي على النخاله الامبولش رايز الرز اللي هو الغامق الانريفايد انريفاين سيريالز اليست الخميره بيره دي كلها امثله للبلانت سورسز اللي بتحتوي على الفيتامينز. الانيمال سورس المصادر الحيوانيه منها الليفر الكيدني سواء كان الكبد الكلاوي الميت اللحوم يعني اللحوم ومشتقاتها وطبعا دايري برودكت اللي هي مشتقات الحليب. طيب هنبتدي كلامنا باستفاضه عن الفات سوليبل فيتامين. تحتوي زي ما اتفقنا هذه المجموعة على فيتامين A, G, E, K. أول فيتامين هنتكلم عنه اللي هو فيتامين A اللي هو أو ما يعرف بالمرادف ليه ريتينول. طيب فيتامين A موجود في إيه من الأكلات؟ الجزر. ده خير مثال لي كمان. إيه تاني؟ والكبد والبيض. 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 تمام. حلو حتى الحليب صح فيه والحليب يبقى موجود ده موجود في الامثله اللي اتفضلتوا بيها سواء كان الكبد سواء كان الكلاوي سواء كان الزبده سواء كان البيض بصفاره سواء كان الحليب دي مصادر لفيتامين A. بس كمان في تنويه مهم لانه فيتامين A موجود في الجزر وده دايما احنا اهميته للنظر لاحتوائه على فيتامين A ومش بس الجزر كل الخضروات او الفواكه اللي هي واخده لون الجزر اللي هو اللون الاصفر الغامق اورنج تمام.
يبقى الكاروتس are colored compound present in carrots colored vegetables and fruits serve as a precursor of vitamin A الجزر والخضروات او الفواكه اللي نفس لون الجزر بتحتوي على فيتامين A. كمان فيتامين A من الامثله المعروفه لي هو الفيش ليفر اويل اللي هو زيت كبد السمك او زيت السمك أو زيت الحوت بيحتوي على فيتامين E. Other sources are in dark موجود في مصادر أخرى اللي هي الجرين دارك جرين اللي في فيجيتابلز اللي هي الخضروات الورقية اللي لونها أخضر غامق. إيه الخضروات الورقية؟ جرجير. حلو الجرجير السبانخ ال 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 في بروكلي. مش تعرفوا البروكلي الحاجات اللي هي الوانها الليفت او الورق بتاع الليفت اللي هي كلها الوانها خضره غامقه موجود طبعا في كمان الامثله زي ما اتفقنا اللي هي الخضروات وفواكه اللي لونها برتقاني نفس لون الجزر زي الاورنج زي الابريكوت المشمش زي المانجا زي القارع البامبل المانجا دي كلها أمثلة للأطعمة اللي بتحتوي على فيتامين أو ريتينول. إيه الفانكشن اللي بيقوم بيها فيتامين إيه؟ فيتامين إيه وظيفته الأساسية أو المباشرة إيه هو الفيجن. It's a major function in retinal fluid. مسؤول عن عمل مسؤول عن صحة البصر وعن عمل الشبكية. Mild deficiency of vitamin A may cause night blindness. الناس اللي عندها نقص فيتامين A نرجع نشوف وظيفته فبالتالي هتعاني من إيه من مشاكل في البصر اللي هو تحديداً ما يعرف به العشاء أو العمى الليلي. تمام؟ إيه العشاء أو العمى الليلي ده نوع من البطء أو slow adaptation to darkness. يعني الشخص حينما ينتقل من مكان مضيء لمكان مظلم عنده مشكلة في التأقلم مع تغير من مكان في إضاءة أو إضاءة قوية أو إضاءة بشكل معين لمكان أقصى أقل إضاءة. فيتامين إيه مسؤول عن التشو سترينث أند إميونيتي الأنسجة وقوة الأنسجة والمناعة أيضا. مينتين هيلثي إبيثيليال تشو هو بيحافظ على نوع معين من الأنسجة which is the vital هذه الأنسجة هي vital protective tissue covering the body هي نوع معين من الأنسجة بيحمي أو بيغطي الجسم and inner mucous membrane وكمان الأنسجة اللي هي بتغطي أو بتمثل الأغشية المكونة للأغشية المخاطية لمنطقة الأنف النوز الثروت الحلق الآيس العين الميكوس ممبرين اللي موجود الأغشية الموجودة في الجي آي تي غاسترو انتستاينال تراكت في الجينيتورينال تراكت كلها داخل أو مسؤول عن قوة هذه الأنسجة هذا الفيتامين. These tissue provide primary barriers to infection. كل هذه الأنسجة أو كل هذه الأغشية المخاطية الموجودة في هذه الأماكن هي بتعمل كحماية من الإنفكشن. Production of immune cells responsible for fighting bacteria هو كمان مسؤول عن إنتاج خلايا أو داخل فيه خلايا مناعية معينة أهمية تلك الخلايا هي المواجهة البكتيريا parasite and viral attacks تحمينا من أي هجوم سواء كان مصدره بكتيري أو طفيلي أو فيروسي. Deficiency disease vitamin E نقص فيتامين A أي فيتامين لما نشوف في حالة من الديفيشنسي وأنا عندي كده مستويات يا إما sufficient كافي يا إما insufficient غير كافي يا إما في حالة من الديفيشنسي نقص. تمام النقص هنا بقى في حالة النقص لازم نشوف الكلينيكال manifestation اللي هيعاني منها الشخص نتيجة هذا النقص ترجع لي وظيفة هذا العنصر. طب هو وظيفته مسؤول عن الفيجن نمبر 1 مسؤول عن صحة البصر فإذا لما الشخص هيكون عنده نقص في هذا الجسم مع ما يعاني منه هيبقى itching, burning and red inflamed lids يبقى في مشاكل في العين هيبقى في التهابات هتبقى في ضعف في أو ما يعرف بالعمى الليلي أو العشاء الليلي اللي هو ضعف أو بطء في حالة من التأقلم حينما ينتقل الشخص من مكان مضيء لمكان أقل إضاءة دي كلها مشاكل مرتبطة بالعين. نقص فيتامين A برضو results in compromised immune system طب له وظيفة اللي هو متداخل في production immune cells
إنتاج خلايا مناعية بتحمينا من الميكروأورجانيزم المختلفة، سواء كان بكتيريا سواء كان فيروس سواء كان بارازايت، بالإضافة لأنه داخل في الميوكوس ميمبرين اللي الخشية المخاطية اللي بتبطن أماكن معينة فبتحمي من الإنفكشن أيضا. إذا نقص فيتامين A ده له علاقة أيضا بخلل في الإميون سيستم. Therefore, increase risk of illness and infection and failure of normal growth. يبقى في حالة النقص الشخص هيبقى عرضة للأمراض بالأخص infectious disease وهيأثر على معدل النمو. طيب فيتامين D، ها حد يكلمني بقى عن فيتامين D؟ دكتورة هو أول إشي مهم للأطفال من الركتس، بحمي من الركتس من الكساح. تمام. أو إنه هو مش كساح، بنسميه لين العظام أو الكساح بالمعلى الدارج. تمام. تمام. مرة مصدر إله فيتامينات العظام والعضلات. طيب مين تاني كان عايز يقول حاجة؟ بحكي لك أكبر مصدر إله الشمس. حلو، أشعة الشمس البنفسجية أو الفوق بنفسجية. تمام. يبقى إذا مش مصدره، هو طريقة امتصاصه عن طريقة أشعة الشمس، مش هيك؟ طيب هو بيساعد، هو بالضبط هو بيساعد اسميد ان اور بودز، هو جزء من فيتامين جي بيتكون في اجسامنا بمساعده الاشعه الفوق بنفسجيه اللي هي مصدرها الشمس. هو بيساعد كمان، فيتامين دي بيساعد على عمل، هو مش بيشتغل لوحده، او فيتامين دي تحديدا والحركه او صحه العظام، ده عنصر مسؤول عن صحه العظام. تمام. في كمان عنصرين، ده بالنسبه للفيتامين. بالنسبه للمينرالز في عندي عنصرين كمان تانيين مسؤولين عن صحه العظام وكثافتها، اللي هو الكالسيوم والفوسفور، شركاء في هذا العمل. فاذا فيتامين جي بيكون جزء منه او بيكون داخل اجسامنا بفعل الاشعه اللي فوق بنفسجيه، يبقى احنا محتاجين كلنا أطفال وكبار وشباب وكله، كل الشرائح العمرية محتاجين نتعرض لأشعة الشمس. نتعرض لأشعة الشمس اللي فيها، أو نتعرض للشمس اللي فيها الأشعة الفوق بنفسجية إمتى؟ إمتى من النهار؟ أي وقت من النهار؟ الصبح على الساعة تقريبا الصبح أو بعد الظهر. حلو، الصبح ده مقصود بيه لغاية من وقت الشروق لغاية الساعة 10، لغاية الساعة 10 الصبح، ماشي؟ والعصر بعد الساعة 4 من الساعة، وقبل الغروب. قبل الغروب. ليه التوقيتات دي تحديدا؟ لأن دي التوقيتات اللي فيها أشعة الشمس بتحتوي على نسبة عالية من الأشعة، أو الشمس تحتوي على نسبة عالية من الأشعة فوق بنفسجية. طب وإحنا بنتعرض للشمس أو بنتعرض أو بنعرض أولادنا للشمس، بنعرضهم إزاي؟ بنخليهم يشلحوا كل تيابهم دكتورة. حلو، يكشفوا، مش لازم لا مش لدرجة لا يكشفوا على الرجلين، هو اهم شيء تعريض اليد للشمس كان دكتور، عن الاطراف يعني ما يبقاش قاعد في الشمس يعني قصدي هيك. خدوا بالكم المحاضرات دي بتتسجل. بيكشفوا عن الاطراف، تمام، ما امكن يعني ما الشخص مش بيفرد رجله واطرافه كده وخلاص وهي عليها ملابسه، لا لازم يرفع الملابس عن الاطراف دي علشان يبقى في تعرض مباشر لتعرض مباشر للجلد لتلك الاشعه. طيب اذا عمل فيتامين جي في جسمنا بيعتمد على مساعده او متقدم له مساعده من خلال الاشعه البنفسجيه اللي مصدرها الشمس. الفود سورسز موجود فين؟ فيتامين جي موجود فين؟ بالبيض دكتوره، وكمان زيت السمك والكبده وهيك حليب. دايما اول ما نقول فيتامين جي على طول لازم نفتكر فيتامين جي، او طبعا في المكسرات كمان اكثر يعني بيكون يعني خلينا نقول ان المصدر الغذائي اللي هيزودنا بفيتامين جي، تمام، هو نفسه اللي بيحتوي على عنصري الكالسيوم والفوسفور كعناصر بتمثل ميجر مينرالز. تمام، يعني لما نيجي نتكلم على هذه الأمثلة هنقول على طول الحليب بمشتقاته، البيض، الخميرة بيرة الطبيعية، وزيت أو زيوت الأسماك، دي كلها natural source للفيتامين دي. تمام؟ function of vitamin D على طول absorption of calcium and phosphorus، يعني اللي عنده مشاكل في الكالسيوم، تمام، ما ينفعش ياخد كالسيوم، هو طبعا بالرجوع لمختص، بس احنا بنتكلم على انه المفترض لو عنده مشاكل في الكالسيوم او عنده مشاكل في كثافه العظام نتيجه نقص كالسيوم، طب اخذ الكالسيوم لوحده
ايه اللي بيساعد على امتصاص الكالسيوم؟ هو فيتامين دي. فيتامين دي. فلازم ياخد ايه؟ الكالسيوم مع فيتامين دي. تمام؟ السبليمنتيشن من العنصرين دول. خدوا بالكم السيشن باقي فيها اقل من 10 دقائق، فوقت ما تخلص خلاص كده، وان شاء الله هيكون لقائنا المحاضره اللي جايه بامر الله. اوكي. هو الفيتامين دي دكتوره بالكلى تصنيعه مش هيك بالجسم؟ ثواني ثواني، هنتكلم عن تصنيعه، هنتكلم عن ايه اللي بيساعد في تصنيعه وانتاج. طيب الابسوربشن، يبقى فيتامين دي بيساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، امتصاص الجسم للعنصرين دول، فبالتالي يقدروا يقوموا بوظيفتهم المطلوبه منهم. فيتامين دي بيشتغل ازاي؟ اكتف فيسيولوجيكالي ويز تو هرمون، في عنصرين، في نوعين من الهرمون اللي هو الهرمونات اللي بتتفرز من الغده الدرقيه، الثايرويد هرمون، تمام، الثايرويد جلاند، الهرمونز اللي بتتفرز من الثايرويد والباراثايرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه والغده الجار درقيه، تمام، هي اللي بتساعد، هذه الهرمونات بتساعد فيتامين جي ات ستيميوليت الابسوربشن اوف كالسيوم اند فوسفور ان سمول انتستين، يبقى وظيفه ليه اللي هو بيساعد في امتصاص الكالسيوم والفوسفور. طيب هذا الفيتامين بيشتغل مع هرمونين بيتفرزوا من الغده الدرقيه والجار درقيه، فين بيتم عمليه الابسوربشن؟ بتتم عمليه الابسوربشن داخل السمول انتستين. طيب دكتوره اتفضلي. ممكن لانه علاقه الفيتامين دي مع هرمونات الغده الدرقيه هي اللي بتفسر سبب انه نقص فيتامين د اسباب السمنه؟ هي لا، السمنه هنا هي المسؤول عنها ايه، او جايه حاصله ازاي؟ نتيجه انه في خلل في افراز الغده الدرقيه للهرمونات، الهرمونات اللي بتفرزها دي بتكون كسل دكتوره صح؟ بالظبط، كسل، في نقص، الخلل او النقص ده في هذه الهرمونات اللي بتفرز من الغده الدرقيه، ده لان الهرمونات دي هي المسؤوله عن عمليه الميتابوليزم الحرق. طيب فايه اللي بيحصل نتيجه الكسل او نتيجه الخلل او النقص في تلك الهرمونات؟ بيبتدي بعض الناس اللي عندها مشكله في الغده الدرقيه تعاني من السمنه، تعاني من السمنه لان معدل الحرق عمال بيقل. تمام دكتوره انا فهمانه هي النقطه، بس قصدي عن شو علاقه فيتامين د هون وقصه كمان الاكتئاب احيانا بيحكوا؟ طبعا ما هو الاكتئاب ده جاي بعد الدكاتره الاكتئاب ده جاي منين؟ جاي منين؟ رفقاتي. طيب خلينا نقول مين اغلب الناس اللي بيعاني يعني الاكتئاب؟ اسباب كتير، بالاخص لو اكتئاب نفسي او اضطراب نفسي يعني. بس الاكتئاب بقى بنقول مرتبط في بعض الشعوب او بعض الدول اللي هي بتغيب عنها الشمس. تمام عدم تعرضنا للشمس، يعني احنا دلوقتي قاعدين في البيت اغلبنا نظام يومه اتقلب، حصل له شيفت مش طبيعي، بقى لنا نهار ونهارنا ليل، الا اللي عنده جدوله معينه في نظام حياته. فايه اللي بيحصل؟ الانسان بيحرم من تعرض لاشعه الشمس. ربنا سبحانه وتعالى لما جعل النهار للمعاش والليل لباس، علشان خاطر ايه؟ النهارده فيه ايه؟ فيه ان انت بتبتدي يومك من بدري بتتعرض لاشعه الشمس، بتحس بالحياه، يعني على مستوى الشعور الطبيعي بتحس ان الدنيا هو ده الوقت اللي انت لازم تعيش فيه، بتتعرض لاشعه الشمس. بالليل لازم تنام في وقت معين وتصحى في وقت معين، لان هنا بتبتدي في غدد معينه في الجسم بتبتدي تشتغل، وده وقت عملها. طيب وعلاقه الدكتوره الفيتامين دي بالغده الدرقيه وسبب السمنه؟ يعني لا انا فصدور الغده الدرقيه، على فكره انا ما ربطتش فيتامين دي والغده الدرقيه والسمنه. أنا عم بحكي لك دكتوره، انا بعرف انه قصور الغده الدرقيه بسبب السمنه، خلاص، لان الهرمونات اللي بتفرز بتقل، فبالتالي الهرمونات دي هي اللي مسؤوله عن وظيفتها المباشره اللي بتساعد على الميتابوليزم. لكن فيتامين دي ملوش علاقه، انا بتكلم على ان فيتامين دي بيساعد بعض، بيشتغل مع بعض الهرمونات اللي هي بتفرز من الغده الدرقيه، بيشتغل عشان يقضي وظيفته. بيشتغل عشان دكتوره، بس انا كان سؤالي هون انه نقص فيتامين دي بسبب السمنه؟ لا دي ما عنديش دراسة أو ما عنديش تعليق عليها صراحة. لو عندك إيه، أنا مرة سمعت نفس الشيء دكتورة، إنه أي حدا سمين مثلا افحص فيتامين دال شوف كم عندك، يمكن عندك نقص. أنت عايزة تقولي لي إن أغلب الناس اللي عندها نقص فيتامين دي هي بدينة؟ مو الكلمة، نحن ما بنشمل دكتورة، بس هاد سبب عارفانة كرمال هيك سألتك عن علاقة. لو في ستادي هقول لك على حاجة، لو في ريسيرشز أو في ستادي بحاجة زي كده زودوني بيها، لكن في علاقة ما بين السمنة ونقص وفيتامين دي والخلل في هرمونات الغده الدرقيه دي ما مرتش عليا صراحه. انا اعرف السبب المباشر
السبب المباشر للناس اللي عندها سمنة وعندها مشاكل في نفس الوقت، عشان نربط الدنيا ببعضها، هي بدينة وعندها مشاكل في بدينة عندها مشاكل في الغدة الدرقية، لأن الهرمونات هنا قليلة فبالتالي الحرق قليل فبيتعرضوا للبدانة، لكن معاها عندهم نقص فيتامين جي أو فيتامين جي له علاقة بالسمنة دي ما سمعتش عنها. هي على طول هيك كانت الفحص يعني حاجة زي كده زودين لها، وخاصة لو ريسنت يعني. تمام دكتور، أو أنا حامل سيرش وأشوف القصة يعني ما فيهاش مشكلة. إذن الفانكشن هي absorption of calcium and phosphor. إيه كمان وظيفة أخرى الفيتامين جي؟ هي البون مينراليزيشن. البون مينراليزيشن اللي هي حركة المينراليزيشن المقصود بيها حركة المينرالز اللي تحديدا الكالسيوم والفوسفور، الحركة على العظام أو تراكمها على العظام. فيتامين دي المفروض ان العظام داخل اجسامنا ليها كثافه معينه، علشان كده الناس اللي عندها نقص فيتامين دي او نقص الكالسيوم والفوسفور بيعانوا من ما يعرف خاصه مع السن المتقدم هشاشه العظام، البوندس دي اللي هي هشاشه العظام او كثافه العظام بتبتدي تقل. فيتامين دي هرمون ورك ويز كالسيوم اند فوسفور تو فورم بون تيشو. هذا الفيتامين بيشتغل بالاضافه للكالسيوم والفوسفور علشان يكون لي الانسجه العظميه. تمام، يعني له علاقه بالايض دكتوره؟ علاقه بيه الايض اللي يتلايض. مش سامع والله، علاقه بايه؟ عمليه الايض. عمليه الايض التمثيل الغذائي. لا انا هنا بتكلم على علاقته بان هذا الفيتامين بيشتغل بالاضافه للعنصرين الاساسيين اللي عندي الكالسيوم والفوسفور عشان يكونني او يخلي العظام تتسم بكثافه معينه، بيكون الخلايا العظميه باي دايركتلي ريجوليتنج ريد اوف ديبوزيت. يعني ايه؟ بينظم عمليه ترسيب او تراكم تلك المعادن على العظام. اند ريسوربشن اوف ذيس مينرالز ان ذا بون. فإذا نقص فيتامين دي نقص الكالسيوم والفوسفور مرتبط ارتباط مباشر بهشاشة العظام. This is balancing process build and maintain body tissue. يبقى العملية البون مينراليزيشن دي اللي هي حركة أو ترسب المعادن وتحديدا الكالسيوم والفوسفور على العظام، دي عملية مسؤول عنها فيتامين دي. طب نقص فيتامين دي هيؤدي لإيه؟ نقص المناعة، هشاشة عظام. هي الريكتس. الريكتس زي ما قالت ريهام اللي هي بتعرف بالكساحة لدى الأطفال. تمام؟ الهشاشة للكبار. والأوستيوماليشيا. أنا عندي الأوستيوبروسيس والأوستيوماليشيا. الأوستيوبروسيس اللي هي هشاشة العظام في الكبار، الأوستيوماليشيا اللي هي لين العظام في الكبار برضه. يبقى أنا عندي الريكتس او الاوستيوماليشيا الاثنين معناهم لين عظام. لين عظام يعني ايه؟ يعني العظام نفسها لينه طريه، softening of bone. العظام نفسها لينه. لينه يعني ايه؟ يعني كميه المينرالز اللي عليها اللي مسؤول عنها فيتامين دي في ترسبها بتبقى قليله، فبتخلي خاصيه العظم سهل ان هو ايه يتني. فبنشوف الاطفال اللي عندهم ريكس شكل رجلهم ايه؟ حد شافها او عنده فكره؟ دكتوره بتكون مقوسه 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 شبه الكوسين صح؟ بتلاقي رجل لو بيمشي، لو طفل صغير ولسه بيمشي تلاقي ماشي ورجله معوجه، بنقول معوجه او شبه الكوس لجوه. دي ناتجه من ايه؟ ده الحاله دي اسمها ريكتس، او بمعنى اخر softening of bone اللي هو تراوت او لين العظام. عشان هيك في دكتورة، في أطباء بنصحوا من أول يوم البيبي ينولد